فمن 10 يناير 2008 توافق الذكرى 23 للحدث الأكبر، حدث الفداء الأكبر، ونحن الآن في هذه الذكرى الحزينة في نفس الوقت مرجو منها أن تأتي بالفتح الكبير العظيم، لأن الفداء بيعني ما بعده وما له. فنحن بنذكر في اليوم ده الحدث الكبير، ولكن في أكبر ساعات الذكرى، ولكن لا ننسى عبر التاريخ وعبر الأيام وعبر الساعات هذا اليوم الخالد، يوم 18 يناير 1985. والآن نحن في جمعتنا الكبيرة المباركة الحزينة في الحزن النبيل، نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعجل بالنصر المبين إن شاء الله. هذه هي الذكرى 23، ونحتفي بها في هذا اليوم في هذا المكان، ويحتفى بها في كل الأماكن من السودان ومن العالم الخارجي. فلعل ربنا يقبل منا ويعفو عنا ويغفر لنا تقصيرنا بإزاء هذا الحدث الكبير. وبتكون في مجموعة من الفرص، اخوان واخوات، 5 6 فرص لمن يريد ان يعبر باختصار عن الموقف، هذا الموقف الخالد، الموقف الحزين، الحزن النبيل. من يريد ان بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن هذا الحدث هو حدث في نفوسنا أمر عظيم، هو أمر الفداء الأكبر، ورغم ذلك نحن برضو الأمر ده بيصيبنا بكثير من الفرح، لأنه بيقرب المنتظر، الأمر العظيم اللي نحن منتظرينه ومتشوقين له. ولكن الانتظار، في انتظار سلبي وفي انتظار إيجابي، كل إنسان انتظاره الإيجابي أن يتعامل مع نفسه، كيف يكون حاضر دائما، كيف يتعلم دائما، كيف يترقى دائما. ودي عملية السلوك اللي هي جات الأديان كلها، وجات الرسالة الثانية لتنقل الإنسان نقلة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا الأمر نحن بنعتقده أمر آتي ولا شك فيه، وكل الواحد الممكن يقوله أنه أي إنسان انتظاره يكون انتظار إيجابي، ما يكون انتظار سلبي، وما يتشكك. وفي القرآن ربنا يقول أتى أمر الله فلا تستعجلوه، سبحانه وتعالى
عما يشركون. أتى بالتعبير بالماضي لتأكيد أنه حصوله. والأمر الثاني طلب مننا عدم الاستعجال، نحن دائما بنستعجل الله، وده طبعا وصفت في الآية سبحانه وتعالى عما يشركون، أن الاستعجال ده كأنه شرك من الشرك الخفي. فنحن بننتظر وبننتظر وأمرنا محقق إن شاء الله. شكرا. مواصلة للحديث اللي قالوا الرخاء الأخ الريح، أنا بس أضيف له حكاية الواجب المباشر، يعني الانتظار لما يكون الناس زي ما قال الأخ الريح لأنه ما ينتظروا في الفراغ. وأنا بفتكر أنه يعني بيحسن أداء الواجب المباشر ربنا بيتم له، يعني بس هو يبدأ وبيلقى نفسه أنه هو ما كأنه عمل العمل المفروض يعمله. يعني الناس برضو يعني أنا بفتكر أنه كل ما يتلاقوا كل ما يكون ما عندهم سيرة غير الفكرة، يعني ملاقاتهم لبعض بيذكرهم بالحاجة المفروض هم يكونوا عليها. وإن شاء الله ربنا يعني يساعدنا في أنه يحفظنا ويساعدنا في أنه نعمل العمل الواجب المباشر ونكون دائما حاضرين وهو موجود معنا كل ما نحن موجودين معه في أي لحظة. نحن بنعمل عمل يعني كأنه ينقصنا الأستاذ هو موجود ونحن المفروض نكون موجودين معه زي ما هو موجود معنا. فالزلمة اللي استحضر الحاجة دي غلطه بقل وبيكون ماشي وبيكون محفوظ، وإن شاء الله ربنا يقدرنا أن نكون دائما دائما حاضرين ودائما بنأدي الواجب المباشر المطلوب مننا. الحقيقة في موقف الزول داير يحكيه كنا مع في حضرة الأستاذ، وجاء داخل تقريبا الأخ جمعة حسن وجايب المجلد اللي فيه ثلاث كتب الأساسية وسلمه للأستاذ. فالأستاذ قرا يعني شاف الكتاب وأثنى عليه وقال ده من عمل أحمد الصديق، ومرروه على الأخوان اللي كانوا في الغرفة. ففعلا مرر على الأخوان كلهم. في النهاية جاء في يد الأستاذ والأستاذ كتب فيه في المجلد وقال لي لطفي شيل المجلد ده ودي لأمك آمنة هدية. فشلته بنفس طريقته، يعني ما يعني ما ش... يعني الكلام اللي كتب ما كان يعني شفته. طوالي يعني أصابتني الفرحة وشلت المجلد ومشيت لأمي وسلمته لي يعني. فهناك اللي هو يعني قرأت المقدمة الإهداء الكاتب الأستاذ لأمي آمنة، فكان إلى زوجة الحبيبة آمنة: هذا بعض ما أرسلتني لحضوره إليك، فهو منك وإليك، ولن يطول انتظارك للبغية، فترقبي ووثقي ثقتك بالله، حفظك الله وصانك وأمنك وأمن ساحتك كلها بالدين. إن شاء الله نكون كلنا مشمولين في الساحة الختال والساد لنبي. شكرا. كلام ما قل ودل.
البند الثاني وهو المنشد. ماريا على الصراط المستقيم علمهم كيف الحياة تكون في الليل البهيم بالله بالله العظيم علمهم سر العزيز هذه بلادك يا عزيز تعالوا على هام الطغاة المترفين المدخمين الله 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 حسدا تجنبه البغاة مدججين الله 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 الصوت ليس لشعبنا شعب الأباة المصطفين الله 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 السيف ليس لقومنا الطيب المستضعفين الطيبين الله 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 ونشعل سرج المروءة والشهامة والكرم هذه بلادك يا عزيز فالسجن ليس لفتية والرجباه محجلين الله 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 يمشون من عز حفاة يطعمون الجائعين الله 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 يتجبرون على الجبابرة العتاة الغاشمين الله 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 لدى الفزع يتراجعون لدى الطمع هذه بلادك يا عزيز تصبو إليك وأنت تنشر في المدى أحلامها الله 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 تحلم في سرى أحلامها الله 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 تهفو إليك وأنت تنشر في المدى أحلامها الله 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 درنوا إليك فهم بأمر الله كاللمح المبين هذه بلادك يا فالصبح موعده متى والنور فياض هتول فاصدع بأمرك غائما لا تهد كيد الخائنين فالصبح موعده متى والنور فياض هتول والنور فياض هتون هذه بلادك يا عزيز صفاء يلف على خيرك الموقف أكبر من
الحزن الرابض في صدري، الصبر الأكبر من صبري، والعاقل من بالذكر أفاق. من قبل العاشرة المعلومة أشعل ذكر في الآفاق، يملؤني فخرا هذا الشامخ ويفتح دربا للإطلاق. إما أشتاق لهذا الصابر في البأساء فلا أشتاق، المؤمن بالشعب العملاق، البذل للروح القالي، والمطلق من قيد الإشفاق. يكفيني أني عشت زمانا كان له معنى ومذاق، يكفيني أني كنت جليسك رغم شعور الإبن العاق. فيا من كان بحضرته والفكر به قيد ووثاق، حدثني عن أخبار الشيخ الباسم في وجه الشناق. هل كنت تشاهد أن الصبر على البلواء له حذاق؟ هل يطمو المر العيش الذل الخارج من جوف الإملاق؟ الشعب له هذا الإخفاق، السيف الصوت الظلم له، الويل له إما ينساق. يا يوما يكشف فيه الساق ويجف لسان الظلم قدم من بهتة ذاك الأمر الشاق. الرب له فينا ميثاق، المكر السيء كم لله بأهل المكر السيء حاق. فسلام يا كنز الأفراح ويا علم الحق الخفاق، إن كنت رحلت فداء القوم فإني مشتاق مشتاق. على كل شيء حين لا حين قادر، ومرتبة تقيد أظهرت رحمة، ومرتبة الإطلاق الساتر. لذاتي بذاتي لا لكم أنا ظاهر، جسوم وأعراض تلوح وتختفي، وما هي للمحبوب إلا ستائر. خلف حجاب الكون ما أنت طالب، ومن نبضة المقهور يلزم قاهر. لذاتي بذاتي لا لكم أنا ظاهر، فيا ظاهرا في خلقه وهو باطن، ويا باطنا في أمره وهو ظاهر. تجليت لي في كل شيء ولم أكن سواك، فمنظور كما أنت ناظر. لذاتي بذاتي لا لكم أنا ظاهر،
والبواتر فما ملت يوما عنك للغير سلوة وكيف يا نوري معي أنت حاضر بذاتي بذاتي لا لكم أنا ظاهر يقول عذولي لا تخاطر بقربه وهل يدرك المأمول إلا المخاطر فررت به مني إليه لأنني تحققت أن لا غير والأمر ظاهر لذاتي لذاتي لا لكم ولا ظاهر فإن طريق الحق سهل سلوكه وأوهل منه ليس يدرك ناظر وليس بذكر أو بفكر تنال سوى بالصفا والمحل عما يغاير وليس بذكر أو بفكر تنال سوى بالصفا والمحل عما يغاير وليس بذكر أو بفكر تنال سوى بالصفا والمحل عما يغاير Ooh!
قلبي يزين لدجن للصافي كمان روح وقلب الإحاد حيت صقرا كل إحن يتم في روحي تعوكا للصافي كمان روح وقلبا بتني غناي ملام فرحا نسيت حراه صافي تمام روح وقلب عيرف ربه توحيد وظن وليه يقودنا بعرفه وفن صافي تمام روح وقلب ودلس سوال ومكن حرصين فالباب يوم الليلة
بشرعة سماوية عنها بكم لا نعرج because
فسحاب النور يهدر. Thank you.
سعيد مرى المشهد بصار بكل يشهد سعيد مرى المشهد وصار بكله يشهد سعيد مرى المشهد وصار بكله يشهد سعيد سعيد مرة الأخرى ولاقى نفسه الأخرى سعيد مرة الأخرى لاقى نفسه الأخرى سعيد مرة الأخرى ولاقى نفسه الأخرى من سجن ما بدينا Thank you.
العظيم فلأن حبك لي عظيم. الله 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 أنت الغفور الأرحم. عظمت عيوبي كثرة لكن سترك أعظم، وكذاك حبك لي عظيم. الله الله
عرفني عن كل شيء عفني. إن كان عفوك حفني عن كل شيء عفني ومحى ذنوبي منة ومحى ذنوبي منة وطوى حنينا شفني. فلأن حبك لعظيم الله الله ظننتك هاجري دبا لسود خواطري دبا لسود خواطري لكن حلمك رحمة ساق ساق السنا لضمائري. عفوا عفوا فحبك الله الله هربا بآفاق السوى لكن هواك عناية لكن هواك عناية قد عاد بي بعد النوى فضلا فضلا فحبك لي عظيم الله ملأت فؤادي حيرة ملأت فؤادي حيرة عن كل غير فاتك عن كل غير فاتك طهرت قلبي غيرة أن حبك لي عظيم الله الله نبي الله
الغير يا نبي الله وبلغ الحرية يا نبي الله ألوها حزاء نبي الله أم الحياة نبي الله يا الله ذاكر نبي الله الله شاكر نبي الله ليوم فاكر نبي الله عاش باكر نبي الله حزاد نبي الله أما الحياة نبي الله خير حصلنا نبي الله Yeah.
يا أستاذ الزمان يا وزير المحال شيء لله شيء لله شيء لله يا حسن أنت يا مفرد عبدكم كله عندكم وعدكم بالهدى للسنة شيء لله شيء لله شيء لله يا حسن أرفع جهله Yeah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة ومستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي نفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله. وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر
ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. نشوف الكلام الأساس في المحور. الذين يتولون المحاكمة تحتها نعم غير مؤهلين فنيا وضعفوا أخلاقيا عن أن يضعوا أنفسهم تحت سيطرة السلطة التنفيذية تستعملهم لإضاعة الحقوق وإذلال الشعب وتشويه الإسلام وإهانة الفكر والمفكرين وإذلال المعارضين السياسيين فإني غير مستعد للتعاون مع أي محكمة تنكرت لحرمة القضاء المستقل ترجمة
أن تكون أداة من أدوات التعذيب للشعب، أداة من أدوات إذلال الشعب وإهانة الفكر والحر والتنفير بالمعارضين السياسيين ختام الجلسة في هذا اليوم، يوم الذكرى 23، ونحن بكل جوارحنا ومشاعرنا نستعيد هذه الذكرى، ونسأل تعالى أن يمن علينا بالفتح المبين، وأن يكرمنا ويكرم هذه الذكرى بجعل الأرض تملا عدلا كما ملئ ظلما وجورا، وفي قلوبنا دائما سيظل هذا اليوم في ذاكرتنا، ويظل الأستاذ في قلوبنا وقولنا، متمنين أن نسير على الدرب الذي خططه لنا، خططه للإنسانية كلها إن شاء الله. كنا متوقعين ولا نزال الأستاذة أسماء كانت محاولة، وقد تكون هسي وصلت أو بعد غليل بتصل، إن شاء الله نقدر أخوان وأخوات هسي نلتقي بها بإذن الله تعالى. طيب الغراء الجماعية. أعوذ بالله من الشيطان. Thank you.
شالوها برا.
انا خطه عايزين طلعها انا خطه يلا يلا
عاصم جوني عرفني. Thank you.
يسلم يبارك عليك الله ما يسلم تمام يبارك فيك
لا 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 انا مش
عسى العافية من أصحابه عربيته متحرك. Thank you.
تقول ضلال سيدا لم تزل وغيرك زال وهدى غير ما تقول ضلال سيدا لم تزل وغيرك زال وجزيل عطاؤكم وبلوغ الكمال فيك محال سيدا لم تزل وغيرك زال سيدا لم تزل وغيرك زال فإذا لم يكن بحصنك سعيد يعني سعادة شديدة يعني بالزيارة دي وبالنسبة لي يعني كانت بفتكر إنها أكثر روحانية من أي زيارة زرتها في المرتين الفاتوا يعني كل واحدة كانت عندها في الحقيقة طعمها الخاص لكن في الزيارة دي لأن الواحد برضو قدر يلقى فرصة إنه يتعرف على المجتمع السوداني غير المجتمع الجمهوري بعد فترة طويلة يعني الواحد ما لقى مجموعات من الناس ناقشهم ولا جلس معاهم وأنا حقيقة جاية لأنه من متابعتي للتلفزيون من متابعتي للصحف لكده شعر بأنه في موجة بتاع التحول وشعر بأنه يعني في مساحة بتاع الحرية كانت بقت أكبر مما كانت فقلت أجي أشوف يعني أتلمس مثلا الوضع كيف وأشوف الحاصل شنو يعني في الحمد لله يعني الواحد لقى يعني انه فعلا في نسمات بتاعت حريه واضحه جدا جدا وطبعا ما الحاجه اللي بيصبوا لها الانسان ولا نهايه المطاف بتكون لسه العقبات قدام الناس وقادر اقدر يعني كل المسائل والصعوبات المواجهه لكن المهم الناس بدات تتكلم وبدات تنتقد في الحكومه وامس كان جلسه مع ناس اللجنة الشعبية وجلسة اتحاد الكتاب السودانيين والجلسة بتاعت الليلة عرضت وجهات نظر مختلفة يعني من وجهات النظر العامة عند ناس الحكومة وعند التنظيمات الداعمة للحكومة
فدي بفتكرها برضه نقطة تحول كبيرة جدا. أنا شاعرة بأنها عندها دلالة الروحية، وشاعرة بأنها زادت يقيني بالشي اللي عندي وبالكلام اللي قاله الأستاذ، وإن المسائل جد ماشية في اتجاه الشي اللي نحن منتظرينه والشي اللي نحن عاملين ليه. وتجربة الشخصية كانت تجربة جميلة وكانت تجربة سرة بالنسبة لي، وبرضه من الحياة الواحد لامس فيها يد الله وشايف التسيير فيها أكثر من إنه عنده يد مباشرة فيها. فبرضه يعني الواحد قدر يشوف يعني وجه التنوع والاختلاف في وجهات النظر والسعة في إننا أو ضرورة إننا نكون مثلاً بنسع وجهات النظر المختلفة يعني. ويعني أنا مثلاً حضرت احتفالات مختلفة، يعني احتفال في بيوت واحتفال في بتول في بيت في معرض، وحضرت احتفال اتحاد الكتاب، حضرت اتحاد ناس الحركة الشعبية، وحضرت احتفال ناس المركز بتاع خاتم عدلان. كل واحد كان عنده طابع مختلف وصورته المختلفة، في نفس الوقت الهدف واحد اللي هو رفع اسم الأستاذ ورفع الموقف العظيم الوقف، وإنه يذكر الشعب السوداني بالشيء الحاصل وإنه حقه يعوض عليه بالنوايز. فكانت دي يعني كلها مسائل بالنسبة لي أنا يعني عمقت شعوري بالفكرة وقوت فكري يعني برضو في اتجاه قيمة الفكرة الجمهورية وفي معرفتها تل ما كانت. فالتجربة كلها في الحقيقة تجربة سرة، والحمد لله إن لقيت فرصة أتعرض لها، ولغايب الأخوان والأخوات ده كان الحاجة المهمة والأساسية يعني. كانت عندها عمق عميق ولاقيت ناس يعني ما كان الواحد ممكن يلاقيهم، زي في جلسة خمس هنا لقيت مثلا مبارك الصافي اللي هو من السبعينات يمكن يكون الواحد ما شافه، وهو كان من الإخوان المجتهدين وكان من الناس المفكرين واسهم بقدر مع يوسف جورج في حركة الطلاب في الجامعة لما كانت كنا بنتعدى على صابع اليد الواحدة، يعني كان هو متحرك وكان قريب يعني شديد من الجمهوريين، وكان جمهوري بيعتبر نفسه نعتبره نحن برضه. فدي يعني فرص لقيت مثلا ناس نور حضرة بعد زمن من الواحد فارقونه، لقيت ناس سامي حجاز، ولقيت يعني عدد من الناس، ناس سعد القاضي لقيتهم اليوم في الندوة. فيعني بعدين ده بالإضافة للناس البنات الصغار صغار كده القايمين هسا والأولاد الصغار اللي اتجهوا برضه ونهتموا بالفكرة الجمهورية وعانقوا الناس بعاطفة جياشة وعندهم احترام ومحبة للفكرة وشعور يعني كله جميل. وما بفتكر انه في اجمل من انه الشعور بانه الانسان يحس بانه محبوب وسط مجموعه وبيحبها برضه. الشعور متبادل في قيمه يعني، مش في دنيا ولا في مظاهر ولا في حاجات سطحيه، وانما في قيمه اساسيه وقيمه انسانيه. فكانت عاطفه جياشه والحمد لله على المجتمع الجمهوري على رعاية الأخ عبد اللطيف ليه، وإن شاء الله ربنا يكمل الناس. آمين إن شاء الله. أنا نزيد يا عم فضل الله شوكا إن شاء الله نكون برسل
المعتزل دي برضه خاتمة كويسة. الله يجزيك. هي السيدة التسيم وهسه هي الأستاذ. روحة قوية. طيب نقرأ وراء الجمعية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. اسمه طلعت ها؟ لا لا يمرونك نعم.